السنة هذه شهدت يعني مشاركة من التطوع الصحي عالي جدا، وخاصة مع منظومة الهلال الأحمر، ولمسنا ذلك من أن الفرق التطوعية تبدأ حاليا بتلقي المصابين واللي تظهر عليهم حالات الإعياء بوقت مبكر من وصول بلاغ عن طريق الاتصال ولا البلاغ عن طريق الجهات الأخرى، وهذا لمسناه واضحا مع الهلال الأحمر بأن كثير من الحالات تم الوصول لها عن طريق المتطوعين وأن كانوا باشروهم بشكل مباشر، وكان هذا يساعد على تقديم الإسعافات الأولية في وقت مبكر. ماذا عن مدى المدة الزمنية للاستجابة هاتفيا أو للتواصل مع المستشفى الافتراضي للصحة أو حتى ميدانيا؟ الحمد لله السنة هذه شهدت تحسن في زمن الاستجابة يقارب 50% عما كان عنها العام الماضي. في إطار الحرم كانت لا زمن الاستجابة في معدل إلى دقيقة، في المناطق الأخرى كان في حدود 15 دقيقة. أخيرا، نشاهد بعض مركبات الإسعاف أو المستشفيات تقوم بعمليات غسيل الكلى أو مختلف التخصصات الدقيقة والعمليات الدقيقة بشكل مجاني جدا، كيف تقيمون هذه الحالات؟ توجيهات خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدقيقة من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان لتوفير جميع الخدمات دون النظر إلى تكاليفها أو تحميل الحجيج أي أعباء مالية أو أعباء أخرى، وتوفير جميع الأدوات والأمور من غسيل الكلى ومن أجهزة الإكمو ومن جميع التجهيزات الطبية اللازمة وإجراء العمليات اللازمة لهم ونقلهم حتى من جدة ونقلهم من الطائف ونقلهم من المدينة المنورة لتمكينهم من أداء مناسكهم إلى من هم في العنايات المركزة شملتهم رعاية خادم الحرمين الشريفين وتوجيه سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان إلى تمكينهم ونقلهم. فالمستشفى اللي نحن فيه الآن لدي حالات كثيرة من العنايات المركزة والحالات المتقدمة ومكنوا من استمرار تأديتهم حجهم، لأن المملكة العربية السعودية تستشعر الحجيج وتستشعر أنهم أخذوا وقت طويل للوصول إلى هذا المكان وتحملوا كثير من الأعباء. فيعني رعاية خادم الحرمين سمو سيدي بتوفير تلك الخدمات وتمكينهم بأقصى شيء صحي للحفاظ على صحتهم وأيضا في حدود الحفاظ على صحة الحجيج.